مساء الخير أحبائي وأعزائي، اعترافات خطيرة لقاتلة الطفلة هدى في أشمون. القصة في واقعة مؤسفة، اعترفت سيدة بقتل طفلة ابن زوج شقيقها، ابن جوز شقيقها بمدينة أشمون في محافظة المنوفية بسبب خلافات الميراث بينهم. جاءت ذلك عقب تغيب الطفلة منذ يوم الجمعة الماضية في ظروف غامضة، وأشارت الشكوك حول منزل عمها بسبب الخلافات القديمة بينهم بسبب الميراث. اعترافات سين غين ألف 40 سنة بقتل الطفلة هدى رشاد البالغة من عمر 10 سنين، حيث عثرت قوات الأمن على جثة الطفلة هدى داخل شوال في الطابق الثالث من منزل والد المتهم. وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تدعى سين غين ألف 40 عاما، زوجة عم الطفلة، مرات عمها. بدأت الواقعة من الجمعة الماضية بتغريب الطفلة هدى رشاد من مدينة أشمون في ظروف غامضة، بحث عنها والدها في كل مكان دون فائدة، وما أن مرت 24 ساعة على اتباعها حتى قام بتحرير محضر بقسم الشرطة بتغيب طفلتهما. ارتبى الإيوان في جيرانهم وأقربهم بسبب وجود خلافات بينهم بسبب الميراث، فاتهموهم بالتسبب في تغيب طفلتهم، حيث قامت قوات الشرطة بالتحفظ على جيرانهم. وفي مفاجأة جاءت كالصاعقة، اعترف جيران الطفلة بقتلها ودفنها في منزلهم بسبب خلافات الميراث، وقاموا بذلك انتقاما من أهل الطفلة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. حقيقي أمر مفزع جدا جدا جدا، وحاجة تحزن وتمزق الأنفس. يعني مش عارف انا في ايه، يعني وصلت هذه المرحله. لقطات حيه، لحظه ضرب موظف طفلا معاق بوحشيه بدار ايتام، تداول عدد من الاهالي فيديو لكاميرا مراقبه يظهر فيه اعتداء احد الموظفين باحدى جمعيات الايتام في شبين الكوم بالمنوفيه على طفل معاق ويتيم من ابناء الجمعيه. تم تصوير الفيديو من خلال كاميرات المراقبة داخل دورات المياه، حيث أصيب الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف، واعتدى الموظف بوحشية على الطفل وعاد مرة أخرى للتعدي عليه عقب تدخل أحد زملائه، فيما أكد مصدر أمني أنه جاري التحقيق في الواقعة لبيان صحتها وسبب اعتداء الموظف على الطفل. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم آمين. لا تنسوا الاشتراك في القناة، قناة الملكة والأمير، وكل عام وأنتم بخير لإخواتي المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.